على فكرة سيادة اللواء، أنا رحت عشان أسمعه عشان أديله فرصة يدافع عن نفسه، وأحس إن ضميري مرتاح وإني ما ظلمتوش، لكن هو الجاني على نفسه. أنا آسف يا سيادة اللواء، أنا عارف إن الحكايات دي بتقلب عليك المواجع، لكن أنت عارف كمان إن أنا ما بعملش أي حاجة في حياتي غير لما باخد رأيك فيها. وعايز أقول لك على حاجة كمان يا سيادة اللواء، طول ما أنا في مكاني ده مش هسمع لأي حد في الدنيا يحصل له اللي حصل لك. أنا آسف جدا على اللي بيحصل ده يا سليم بيه، بس أنت عارف صلاح بيت أخي ده نمكي، وطالما قال إنه هيبعت حد يبقى كده هتلاقي أي حد من عنده ناطط لنا في أي وقت. معلش أنا هتربس عليك الباب من بره بالقفل، بس العسكري هيبقى واقف بره طول الليل، أنا هنبه عليه ما يتحركش، لو احتجت أي حاجة بقى نادي عليه. يا باشا بإذن الله بكرة هتتعرض على النيابة، إن شاء الله هتاخد إخلاء سبيل. بعد إذنك. يعني انت مطمن للكلام ده صلاح وواثق فيه؟ يا فندم الموضوع واضح تماما، مفيش فيه اي لبس، وفكره ان العالم كله متآمر عليه دي فكره ما تدخلش العقل، مفيش عليها اي دليل. ده غير يا فندم ان احنا كده هيبقى شكلنا وحش قوي قدام الراي العام وقدام النيابه، خصوصا ان احنا مقدمين محضر في صفه، وانا عارف ان المحضر ده مش هيساعده قوي يعني في النيابه، ولان النيابه مش هتعترف بالمحضر ده لانه لا يعبر الا عن صفه صاحبه. عندك حق طبعا، أنا قلت أقدم لسعادتك المحضر الأول قبل ما أوديه رسمي للنيابة. ماشي، أنا موافق. شكرا يا فندم، بعد إذن سعادتك. اتفضل.